في 15 من رمضان سنة 138 هجريا، عبر عبد الرحمن الداخل المعروف بصقر قريش، عبر البحر إلى الأندلس ليؤسس دولة إسلامية قوية وهي الدولة الأموية في الأندلس. دخل عبد الرحمن إلى الأندلس سنة 138 هجريا وعمره 25 عاما، وقد بلغت مدة حكمه 33 سنة وأربعة أشهر. وبعد أن استقر له الحكم قام بقمع التمردات الداخلية، وأوجد حلا للصراع القبلي بين القيسية واليمنية، وساهم في خلق تحولات اجتماعية واقتصادية وعسكرية، فقد دخل قسم كبير من الإسبان إلى الإسلام، وعالج المشاكل الزراعية، وألغى اعتماد الدولة على التوازن العسكري القبلي، فأنشأ جيشا محترفا، كما طور موارد الدولة وفرض الضرائب. وهكذا قضى عبد الرحمن أكثر من نصف عمره في تحمل أعباء مسؤولية الحكم، وقد عانى من ظروف هربه وتنقله عبر البلاد من شرق الدولة الإسلامية إلى غربها الشيء الكثير. وقد لقب بصقر قريش لأنه تغرب وقطع البحر والبر وقام وحده ملكا كان قد أدبر. في مثل هذا اليوم من سنة 383 هجريا توفي نيسابور الأديب الشاعر محمد بن العباس المشهور بأبي بكر الخوارزمي، وأصله من خوارزم. أقام في بغداد حيث ذاع اسمه وانتشر صيته بعدما برز في الفلك والرياضيات. ترك الخوارزمي عددا من المؤلفات، أهمها الزيج الأول، الزيج الثاني المعروف بالسندهند، كتاب الزخامة، كتاب الرخامة، كتاب العمل بالاسترلاب، كتاب الجبر والمقابلة الذي ألفه لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجارتهم وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكرة الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه. في 15 من شهر رمضان عام 584 هجريا سلمت قلعة صفد للقائد المسلم صلاح الدين الأيوبي. لفت موقع صفد الاستراتيجي وأهميتها التجارية أنظار قادة الحروب الصليبية، فاحتلوها عام 1140 ميلاديا وأقاموا فيها قلعة صفد التي لعبت دورا كبيرا في الحروب الصليبية بفضل إشرافها على شمال الجليل وطريق دمشق. وفي عام 584 هجريا حرر السلطان صلاح الدين الأيوبي المدينة من أيدي الصليبيين. وتشير المصادر التاريخية إلى أن حاكم دمشق الملك الصالح إسماعيل قد تنازل عن المدينة العربية للصليبيين كهدية. في مثل هذا اليوم من سنة 658 هجريا وقعت معركة عين جالوت، حيث التقى جيش المغول بجيوش المصريين الذين أسرعوا وتوقوا الجيش المغولي بأسره وحملوا عليهم حملة صادقة، فكتب الله لهم النصر المبين. ويعتبر السلطان المملوكي سيف الدين قطز قائد الجيش المصري في تلك المعركة من أبرز ملوك الدولة المملوكية، على الرغم أن فترة حكمه
لم تدم سوى عام واحد، لأنه استطاع أن يوقف زحف المغول الذي كاد أن يقضي على الدولة الإسلامية.